هل ال بي 12 اللي على طريق الفم ده جسمه محتاجه؟ فينزل لك فين؟ في البول. يبقى الشخص الطبيعي اما تدي بي 12 عن طريق الوريد هيملاله الستورز، يبقى مش محتاج بي 12 تاني. وبعدين تدي له بي 12 مشع، هتقول لي اشمعنى مشع؟ عشان تشوف، عشان تقيسه في البول. هل جسمه محتاجه دلوقتي؟ لا، فينزل لك في البول. يبقى لو بي 12 اللي عن طريق الفم نزل في البول بعد بتاع الوريد، يبقى الشخص ده طبيعي. طب لو ما نزلش في البول يبقى ما حصلش ابزوربشن. تقول لي ايه دخل البول بالابزوربشن؟ ما هو اي ماده عشان خاطر تنزل في البول لازم الاول تكون في الدم، وعشان تكون في الدم يبقى حصل لها ابزوربشن. يبقى ما دام ما نزلتش في البول يبقى ما حصلهاش ابزوربشن. متفقين؟ طب عايز تفرق بقى، يبقى العيان ده عنده مشكله في الابزوربشن. افرق بايه؟ بالانترنسيك فاكتور. ما انت عندك سببين ينقصوا الابزوربشن بتاع بي 12، قلنا يا ناقص انترنسيك فاكتور يا مشكله في التيرمينال ايريا. فرق بينهم ازاي؟ تدي انت من عندك انترنسيك فاكتور. لو اديت انترنسيك فاكتور وبعديها لقيت بي 12 المشع نزل في البول، يبقى مشكلتك في الانترنسيك فاكتور، بدليل انك ما اديته بي 12 نزل في البول. يبقى كان هو اللي ناقص عنده مين؟ الانترنسيك فاكتور. طب لو اديت انترنسيك فاكتور وما زال بي 12 المشع ما نزلش في البول، لا بقى ده المشكله مش في الانترنسيك، ده المشكله ان في حاجه في مكان الامتصاص، في مرض في التيرمينال اي بي. يبقى باول تيست بقول انه ناقص بي 12، بالفيجلو تيست بشخص نقص الفوليك اسيد، بالشيلينج تيست بفرق بين اسباب نقص بي 12. هل هي مشكله في الانترنسيك فاكتور ولا مشكله في التيرمينال اي بي؟ اوكي شباب، دي اطول تجربه. تكتب اسم الجهاز، الستيبس، النورمال فاليوز، بيزيد نسمي الحاله ايه، الهيموجلوبين يقل نسميها ايه، والسؤال النظري ممكن يسالك في اي نوع من الانيميا. بس انا ليه ركزت على الماكروسيتك؟ لانه غالبا بيجيب الماكروسيتك. ما حدش في الامتحان لو جت نقص الحديد يقول انت ما قلتش، لا انا قلت، بتيجي بس بنسبه اقل. مش كده في الشرح، انا ركزت على الماكروسيتك. ممكن يجيب لك نقص حديد مايكروسيتك، يجيب لك نورموسيتك او ماكروسيتك زي ما بيجيب دايما. اوكي؟ هيقول لي كلمني عليها وانا اكتب كل اللي في، هيقول لك الكوزس اند هاو كان يو ديفرنشيت، زي ما قلنا ماكروسيتك ايه الاسباب وازاي فرق ما بينها. طيب التيست الثاني اللي ما تجريش يلا شباب بسرعه، بصوا فاضل تلت ساعه، فانا عايز في 10 دقايق اخلص الهيماتوكريت و10 اخلص الاي اس ار. اطول واحده كانت الهيموجلوبين. اول حاجه عربي هيقول لك وات از مينت باي او ديفاين، عرف يعني ايه هيماتوكريت او يعني ايه باكت سيل فوليوم. هي هي الباكت سيل فوليوم هي النسبه اللي حجم الار بي سيز عاملها من حجم الدم. انت عارف ان الدم 55% ميه والباقي ايه؟ ار بي سي. يبقى الار بي سيز حجمها عامل كام في الميه من حجم الدم؟ 45%. هو ده الهيماتوكريت، مكتوب عندك البيرسنتج ريشيو، النسبه المئويه اللي عاملها الفوليوم اوف ذا ار بي سيز تو ذا فوليوم اوف ذا هول بلاد. الار بي سيز حجمها عامل كام في الميه من حجم الدم؟ اثنين، النورمال فاليوز هيطلبها منك. طيب عند الرجالة الار بي سيز عاملة 46% من حجم دمهم، عند الستات 42%، عند الأطفال بعد سن سنتين 37، الأطفال حديث الولادة 54، لأن قلنا في الهيموجلوبين عندهم أعلى نسبة هيموجلوبين 19. ثلاثة الستيبس، هيقول لك هاو كان يو ميجر، يبقى الستيبس الخطوات، جمرة الشحاتين سيريلايز وبريك، ماشي. بعد كده بجيب أنبوبة رفيعة اسمها الارينايزد كابيلاري تيوب. كابيلاري تيوب أنبوبة رفيعة فيها خاصية شعرية اللي هي بتاعت إن كل ما قطرها يقل تشفط جواها السوائل أكتر. بس بجيبها هيبارينايزد. يعني إيه هيبارينايزد؟ يعني عليها من جوه هيبارين عشان الدم اللي هتسحبه ما يتجلطش. تمام؟ وبعدين
جيب الانبوبه تحطها على الدم اللي خارج من صباع العيان، فتلاقي الدم طلع في الانبوبه، وبعدين تقفل ناحيه بشمع واكس، كلوز وان اند اوف ذا تيوب باي واكس، يبقى هنا في الدم وقافل الانبوبه من تحت بشمع واكس. بعدين بجيب الانبوبه بحطها في جهاز اسمه جهاز الطرد المركزي سنترفيوج او مايكرو سنترفيوج، واسيبه يلف وهو الانبوبه لمده 7 دقائق. يبقى كنت بسيب ال اتش سي ال مع الهيموجلوبين قد ايه؟ 10. وبسيب الانبوبه هنا في التجربه دي بتاعت السنترفيوج جوه الجهاز قد ايه؟ 7 دقائق. طيب اخر خطوه عندك بيقول لك ريد اوفر ذا سكيل، هاو انت في الامتحان لو كتبت هاو هيكسر دماغك. هاو دي اجابتها الرسمه اللي في الصفحه اللي بعديها. ترسم الرسمه، يعني المقياس بتاعك بقى عايز احط الانبوبه دي على المقياس واقيس. اشوف الار بي سيز عامله كام في المية من حجم الدم بعد ما حطيتها في جهاز الطرد المركزي. بيقول لك هاو تو ريد اوفر ذا سكيل، ترسم الرسمه اللي عندك. هتقول لي الرسمه اللي عندي في كلام جنبيها. اكتب ولا ارسم؟ والله لو عملت الاثنين يبقى كتر خير. لو عايز تبتدي بالرسمه، طبعا الرسم اساسي، لو عايز تبتدي بالرسمه ترسمها صح، ساعتها مش هتحتاج الكلام اللي جنبيها. طب ازاي بقى ترسم صح؟ بص السكيل بتاعك متدرج من زيرو ل 100، لو تاخد بالك انا عامله بميل صح؟ لان وانا بشرح قلت لك الانبوبه بتاعتي اللي انا بشتغلها بتختلف من معمل للتاني. فلو انت بتعمل التجربه دي بانبوبه قصيره يبقى هتحطها على السكيل الضيق. لو بتعملها بانبوبه طويله يبقى تحطها على السكيل الواسع بس مش اكتر. عشان كده منظر السكيل عامل كده من زيرو لحد 100. طيب ازاي بقى ترسم صح؟ اولا الحته اللي فيها الشمع تبقى تحت زيرو مش داخله معاك في القياس، وبعدين تحط الحته اللي فيها الار بي سيز عند زيرو. والبلازما فوق عند 100. يبقى الواكس تحت الزيرو. والار بي سيز هي اللي فوق الشمع. والبلازما عند كام؟ 100. طيب اخر حاجه في الرسمه هو جهاز الطرد المركزي عمل لك ايه؟ فصل لك البلازما عن الار بي سيز. بقت البلازما فوق والار بي سيز تحت. طيب اما تحط الفاصل اللي بين البلازما والار بي سيز تحطه بين كام وكام؟ 40 و50. لان النورمال هيماتوكريت كام؟ 45%. فتعد بقى اللي زيرو 10 20 30 40 وده 40 وده 50. يبقى الفاصل بتاعك يتحط هنا. يبقى دي كلها ار بي سيز واللي فوق لازم. شفت الفكره؟ مش كده بقول لك اما ترسم ترسم صح مش اي رسمه وخلاص. الواكس تحت ليفل زيرو، الار بي سيز عند ليفل زيرو، البلازما عند ليفل 100. وترسم السكيل طالع من ضيق على واسع. وبعدين تحط الفاصل بين الار بي سيز والبلازما ما بين كام وكام على السكيل؟ 40 و50. لان النورمال هيماتوكريت الار بي سيز عامله 45% من الدم. صح؟ كده التجربه خلصت. اتفضل. طب ماشي ما انا بكتب الافرج. اهو الافرج كام؟ ماشي ما هو الشايل هيبقى بين يعني هيبقى عن 37. ماشي انا هنا بتكلم على الافرج المتوسط. طب ما هو عند 42 عند الطفل لسه موجود 54. انا هنا بكتب 45% اللي هو متوسط اللي عنده حجم الدم بالنسبه لسوء حجم الار بي سيز بالنسبه لحجم الدم. طيب فالديفينيشن النورمال فاليوز الستيرس. السؤال النظري. ده هو الهيموجلوبين؟ اه هو الفاكسيل فوليوم هو الهيموجلوبين. ايه الحالات اللي بيزيد فيها الهيماتوكريت وايه الحالات اللي بيقل فيها الهيماتوكريت؟ ده السؤال النظري. بيزيد في حالات ايه وبيقل في حالات ايه؟ طيب بيزيد في حالات هنقسمها حالات طبيعيه فسيولوجيكال وحالات مرضيه باثولوجيكال.
طيب الحالات الفسيولوجيكال في اثنين انت عارفهم قبل كده. الهيماتوكريت تلاقيه عالي عند مين عن مين؟ الراجل عن الست. ادي واحد. واعلى عند الطفل لسه مولود. ادي اول اثنين. يبقى اعلى في المين عن الفيميل واعلى قيمه عند النيولي بورن انفنت. طيب ثلاثه. العشيم في المرتفعات الهاي التيتيودز بيعانوا من نقص اكسجين هايبوكسيا. واخدته في المحاضره ان نقص الاكسجين بيحفز هرمون الاريثروبويتين اللي خارج من الكلى اللي بيزود تصنيع الار بي سيز. بنسمي الحاله دي ايه؟ بولي سايتيميا. اللي عايش في المرتفعات عنده انتاج الار بي سيز عالي لان عنده نقص اكسجين. نقص الاكسجين بيحفز تصنيع الار بي سيز يبقى عنده برضه الهيماتوكريت عالي. اخر حاجه لو من نفس العيان او من نفس الشخص اخدت عينه من الدم الوريدي وعينه من الدم الشرياني تلاقي الار بي سيز في الدم الوريدي حجمها اكبر من الدم الشرياني. يعني تلاقي الهيماتوكريت في الوريد اعلى من الهيماتوكريت في الارتيريال لان في الوريد بيحصل ظاهره اسمها تحرك الكلور. كلورايد شيفت فينومينا. في الدم الوريدي الار بي سيز بيخش جواها كلور وبيسحب معاه ميه. هتلاقي الار بي سيز في الدم الوريدي ايه؟ منفوخه كبيره حجمها كبير. هتلاقي الهيماتوكريت بتاع الوريد اعلى من الهيماتوكريت بتاع الدم الشريان. انا لازم اشرح الكلورايد. لا تقول بس اسمها. بس انا شرحتها انا بشرح. لا تقول لي في الاضل فين اعلى من الاضل فين؟ تقول لي في النيولي بورن انفانس اعلى. تقول لي هاي التيتيوز. لا يا شباب يا شباب بصوا هو انتوا ليه بتذاكروا بالسطر؟ يعني ده هو الموضوع مترقم عندكم اصلا. تقول لي في الادلت ميل مور ذان ادلت فيميل. في النيولي بورن انفانتس از ذا هاير فاليو. هل اللي بيتنشر عن طريق الفم ده جسمه محتاجه؟ فينزل لك فين؟